من زمان وانا اسمع ان جده غير، وكل مره يقولون جده ايش غير، وبالفعل اول ما وصلنا الى هالمنطقه شفناها غير، والدليل اللي انتم شايفينه من خلال هذا الكادر او هذه اللقطه. بالفعل حياكم الله مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا عبر شاشه روتانا خليجيه في هذه السهره الخاصه اللي راح نكون فيها مع ضيف ايضا غير، مثل ما جده غير راح نكون في اكيد في هذه السهره مع الفنان عبد المجيد عبد الله، لقب بطائر الاشجان ولقب بامير الغناء، لذلك راح نكون في هذه السهرة معه متواصلين نكشف الأسرار ونكون مع بعض، وإن شاء الله تكون سهرتنا الخاصة هالمرة أيضا غير، مثل ما الضيف غير وجدة غير. أعزائي المشاهدين، ضيف هذه السهرة نجم طرح ألبومه الأخير إنسان أكثر، عنوان رائع لألبوم رائع لمطرب أروع، ولا شك خلال هذا الأسبوع أنتم بتكونوا الحكم والأيام اللي بعد هذه السهرة على هذا الألبوم. أنا شخصيا سمعته قبل لا أكون في طبعا هذا اللقاء مع ضيفنا اليوم. تخيلوا أن ضيفنا اليوم الفنان عبد المجيد عبد الله سجل 35 أغنية، لكن ما اختار منها سوى 16 أغنية تضمنت ألبومه. هذا الألبوم إيش عمل في الأغاني الباقية؟ الله أعلم، أجلها لغاها ما يندر، هذا كله راح يجاوب عليه. طبعا ايضا خلوا عنكم الجانب الفني، عبد المجيد عبد الله درس العلاقات العامه وبعدها تحول تخصصه الى قسم المكتبات، وكان حاب يدرس موسيقى لكن للاسف لم يحالف الحظ، ايضا علامات استفهام كثيره وهو اللي راح يقول لنا عنها. يقول ان الصداقه الحقيقيه هي الصداقه المبنيه على الايمان بشخص الصديق والانسانيه في العلاقات وليست لاجل مآرب اخرى او مصالح اخرى. انا متفاجئ منك صدق. ليش؟ يعني المعلومات هذه اخذتها منين اول شيء؟ البحث حلو. لا والله جد البحث حلو والمحبه فيك احلى، عشان كذي الواحد يحاول على قد ما يقدر يطلع. على فكره ترى هذه كلها المنشطات انت اللي قايلها. متى قايلها؟ في بعض اللقاءات. هذه عناوين، هذه عناوين تصدرت الصحف، انا ما جبتها من عندي. والله؟ اي والله، انا بحثت في الانترنت ومع التجمع وهذا وطلعت معي هذه. يا سيدي انا سعيد جدا اول شيء بتواجدي او تواجدكم معانا. طبعا الاخوان والاستاف كامل هنا موجودين في جده معانا، ونقول حياهم الله، والمشاهدين ان شاء الله يا رب يستمتعوا معانا في هذه السهره الخاصه. وبس انا متفاجئ. عندك اعتراض على اي شيء قلته؟ لا انا ما، لا لسه انا يعني انا في طور المفاجاه الان. الان في طور يعني، خلينا بس اهدى من المفاجاه عشان اعرف اركز. خلي البساط احمدي. شربتوا شاي اول شيء؟ شربنا طال عمرك. على فكره خليني اقول لكم على شغله، ترى عبد المجيد عبد الله من ارق واكثر الفنانين رحابه صدر، مزوح بمعنى كلمه مزوح. انا وياه لما نسولف في التليفون ما كانه يعني اخوان ان شاء الله واكثر من اخوان، حتى ساعات اقول ها ايش اخباره خلينا ندق نسلم عليه. لما تسمع صوت عبد المجيد وياخذ حتى لو مو سامع صوتك من فتره على طول يدش فيك عرض، ها يا فلان يا جميل يا ال بلا فضايح بلا فضايح. لا هذه معلومه ودي ان المشاهد نفسه يعرف طبيعه عبد المجيد عبد الله اللي راح يشوفها اكيد من خلال هذا اللقاء. حبيبي الله يرحمه. عموما طبعا انا ابي ارحب باسمك عزيزي المشاهد بامير الغناء طائر الاشجان الفنان عبد المجيد عبد الله، انا سعيد جدا في هذا اللقاء يا معك يا حبيب قلبي. ولا شك ان هذه سهره خاصه لعبد المجيد بشكل راح يشوف المشاهد الكريم يمكن لاول مره عبد المجيد يجري لقاء من هالنوع. والله بلا شك اذا كان في لقاء حلو متميز، طبعا انت اكيد من الشباب اللي مميزين في لقاءاتهم وحواراتهم، بالاضافه الى الصداقه اللي بتبنيها مع الفنان. وانا اقول قدام الاخوان المشاهدين انه الاخ بركات اساسا اخ وصديق قبل ما يكون في لقاء يعني، فانا اساسا احبه يعني، فما اقدر اقول له لا لما طلبت مني احنا نعمل هالحوار. بس انا يعني كويس انه الان جاء وقت ان انا اقدر اتكلم. في ناس يعيبوا علي يقولوا ليش ما تطلع تتكلم ويكون عندك لقاءات كثيره؟ ما عندي كلام اقوله. الان عندي شريط نزل واقدر اتكلم عنه، اقدر اتكلم عن ايضا تفاصيل اخرى. خلني اولا ابارك لك على هذه المجموعه، يعني انت طرحت مجموعتك الغنائيه بعنوان انسان اكثر، وانا ما بعلق كثير يعني، بعض المحبه ساعات تصير يعني تؤخذ بجانب اخر، ولكن
المحبة في الله، يعني هذا شيء جميل جدا ما بيننا. يعني هذه المجموعة، لأنك أنك ترقبت صدى هذا الألبوم، صدى هذه المجموعة ونتاج هذا العمل الجميل، كيف كان ترقبك أبو عبد الله؟ يعني هذا مشوار ليس بسهل، أنت ما شاء الله من 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 ألبوم إلى ألبوم، يعني شنو كان أنت قلقك اللي أنت دائما تكون فيه؟ اللي أنا عارف أن دائما عبد المجيد يكون قلق قبل طرح أي مجموعة غنائية له. والله شوف، يعني كل فنان، يعني ممكن أتكلم أنا عن نفسي ونيابة كمان عن الفنانين، إنه الأعمال اللي بتطرح وتقدم للناس أكيد هي خلاصة وقت، خلاصة مجهود، توتر، اختيار، كل هذه طبعا بتكون نتيجة، أكيد حيكون فيها توتر. يعني أنا عن نفسي طبعا لازم أقلق، لازم أحرص، لازم أفكر أنا إيش حقدم، اللي قدمته قبل إيش هو يعني يختلف عن اللي ما قدم مثلا، أكيد كلون جديد، كطابع جديد، بالإضافة إلى مشاكل أخرى إحنا بنفكر فيها اللي هي أيضا التنفيذ. بنبحث عن المنفذين، نبحث عن الأصوات الجديدة، نبحث عن الاستوديوهات، كل هذه ترى مزعجة. أنه أنت في الأخير بتسجل عمل وبتنظر له من كل الزوايا هذه. صحيح. فهذه أنا بتتعبني، يعني بتعملني قلق. كل الشرائح فيه وكل الفئات. هذه الاختيارات، هذه الاختيارات المزعجة. يعني أنا سجلت 35 غنية عشان أختار منها 16 أو 15 أو فلازم أني أنا. على فكرة أنا أيضا بوضح، أول ما زرنا المكان بالفضايح بالفضايح والله حبيبي كيفك؟ لا بالعكس، ما في فضايح. خليني أقولك على شغلة بصراحة، هذا اللقاء راح يتسم بالصراحة، وانت قلت لي افتح الباب وروح وين ما تبي في البيت. الباب مقفل. لا مو هذا الباب، باب الحياة اللي انت فيها. طيب. انت سمحت لي وخلني أمون وأدش فيها الحياة، لأن صدقني انت من الشخصيات المحبوبه لدى المشاهدين، والكثير بيعرف عنك الكثير يا حبيبي. انت وروتانا تمونوا، يعني الله يسلم عمرك. احنا دخلنا قبل شيء وراني ابو عبد الله، وراني الاستوديو وكذا، وقال لي حركه غريبه على فكره. قال لي هذا الميكروفون اللي انا اسجل، هذا المكان اسجل فيه، على فكره يا بركاته دائما احط شاشه كمبيوتر هنا اسجل والاحظ المكسر ايش يسوي اثناء التسجيل. يعني هذه قدره وايمان واتقان في عملك، في تسجيلك، في ألبومك، في مراعاة لشعور المتلقي اللي هو الجمهور، جمهور عبد المجيد. لكن السؤال هني، من 35 إلى 16 أغنية، كيف تم الاختيار على 16 أغنية؟ لا تعتقد أن 16 أيضا شيء كثير عليه، ممكن يقل التركيز على بعض الأغاني؟ لا خلاص انتهى الموضوع ده، هي كانت مشكلة عندنا. إحنا بدينا، أنت عارف، لو أتكلم من 20 سنة، إحنا بدينا في 4 أغاني وخمسة أغاني. نعم. وكانت كثيرة وكانت تستوعب، والوقت تغير الآن. الآن في حصل تصور، في عندي أعرف شباب قلت لهم، قالوا لي كم غنية في شريطك؟ وأنا مستحي أقول لهم 16، لأنه خايف أنه مثلا في ناس ينصدموا وفي ناس لا. قالوا لي لا، يا ريت تزيد، طب نزل لنا بعد 6 شهور 16 ثانية. ما أدري الهدف، يعني يستوعبوا الشباب، يعني الشباب بيستوعب 16 أغنية. بعدين احنا ما نقيسها بالكم، نقيسها بالمدة. يعني زمان كنا نسجل مثلا 6 أغاني مدتها 40 دقيقة، الآن بنسجل مثلا 10 أغاني مدتها 40 دقيقة مثلا. أنا 16 أغنية هذه مدتها أقول حاجة و70 دقيقة. ما أشوفها كثير الآن، ظروف تغيرت. احنا ما عاد عندنا الاغاني اللي بتكون مدتها، يعني انا عندي اكثر مده في الشريط 5 وشيء، وهذه طويله ترى. يعني في غنيتين او 3 اغاني. الاغنيه اللي سمعناها حلوه والله. اي والله اسمعك يا مره ثانيه. الجايين الخير واجد، الحلقه اليوم بتكون نار. جايين حق الاغاني باذن الله. خلني اعود الى اختياراتك في البومك السابق الحب الجديد، تضمنت هذه المجموعة أغنية باللهجة اللبنانية من بينك وبين طبعا الفنان مروان خوري، كانت هي سمعني غنية. عندي سؤالين. الأول يقول، هل تعتقد أن هذه التجربة كانت تجربة ناجحة لعبد المجيد؟ هذا الأول. كيف كنت أن تكرر هذه التجربة باللهجة طبعا العراقية أو المصرية؟
أولا تجربتي مع مروان أنا حاببها أساسا. مسألة النجاح هذه توافيق، أعتقد أنها لاقت استحسان كثير من المستمعين. أنا أساسا أحب اللهجة اللبنانية وأحب الأغاني اللبنانية، بالذات ما يعني ما يختص بالسيدة فيروز. أحب أغانيها وأحب الجروب اللي بيشتغل معاها، إن كان الرحبانية كلهم أو حتى فيلمون وهبي أو المجموعة اللي اشتغلت مع فيروز. وجدت مروان إنه في عنده حس يقربني من هالأغاني اللي هالأجواء أيوة أحبها، وما يمنعني أن أغني أي لون تاني كمان إذا وجدته. يعني الشريط هذا اللي راح احنا كنت متفق مع الملحن المصري وليد سعد، هو صديق وعزيز، وكان في مشروع انه احنا نعمل اغنيه، بس ما صارت. يعني انا لو وجدت العمل اغني، ليش لا؟ طيب خليني طبعا ابو عبد الله كل شوي راح اقول لك بصراحه، وبصراحه راح ادخل بالصراحه، ويمكن قلناها قبل شوي راح تكون باب ونفتحه مع بعض. وبصراحة ودي أجرك إلى مواضيع يمكن راح نتهاوش فيها، راح تقول لي بس خلاص يلا قوم مع السلامة كثر الجراء اللي حتكلم فيها من خلال هذا البوم أو من خلال هذا اللقاء عفوا. بصراحة يعني بصراحة هناك بعض النقاد قالوا على الألبوم السابق أنه لم يكن في مستوى عبد المجيد أو بتعبير أكثر ما عجبهم الألبوم اللي طرح في الفترة الأخيرة اللي هو الحب الجديد. هتوصلك هذه الأخبار انه والله في انتقادات، فيه نقاد قالوا كذا انه ما هو كعادة عبد المجيد في ألبوماته السابقة؟ هل تضايقك لما توصلك مثل هذه الأخبار؟ دائما هو كل شريط انزله انا يقول الكلام ده. يعني حتى اتذكر يعني من الأشياء اللي تكلموا عليها رهيب، أغنية رهيب انا نزلتها في سنة 94 برضو، يعني انتقدوها وهي نجحت على مستوى العالم العربي. نفس الشيء في طيب القلب اول ما نزل، والنقاد اللي تتكلم عليهم تقول نقاد، انا ماني شايف نقاد عندنا اساسا، فتكلموا قالوا انه شريط سيء جدا والاغنيه هذه تضحك ونجحت وما شاء الله عملت جو في العالم. الى الان تسمع يعني اقول لك يعني فهذا انا متطعم، يعني اخذت تطعيم ضد النقد اللي ما هو عارف ايش يبغى يوصل له. يعني واحد مو عاجبه مثلا عبد المجيد او مو عاجبه اغاني عبد المجيد فصار ناقد، يعني كل واحد من يعاجبه صار ناقد، هذه مشكلة ترى. لا انت يمكن عبد المجيد انت ما تعرف، يعني في بعض الجمهور انا لاحظت من خلال البحث اللي انا بحثته انه في جمهور عريض طويل مع عبد المجيد قلبا وقالبا، في انتماء. والله شوف يعني انا بدي اقول لك حاجة، لو لقيت نفسي ماني قادر على العطاء حوقف اوتوماتيك. قرار صعب ترى. فطالما انا قادر على العطاء وقادر على مواجهة بعض الأقلام اللي بتحاول تهاجمني، وبعض أكيد يعني أكيد قلت لك المطر لا محب ولا كاره، أكيد. فإذا أنا بدي ألتفت لا كذا حوقف، فألتفت للناس اللي تحبني أساسا، يعني واللي بتسمعني وتتابعني وتنتقدني بحب، يعني من حقها تتابعني وتنتقدني بحب، يعني من حقها. ايضا من كثر الاشياء اللي كانت تطرح، هي طرح موضوع المنافسه ما بين الفنان عبد المجيد عبد الله وما بين الفنان محمد عبده. يعني طبعا كل كان يده بدلوه في مثل هذا المنتدى، ناس تقول وناس تعارض وناس تأيد وناس انت كيف ترى هذه المنافسه؟ انا ما ارى منافسه، انا ارى انه محمد عبده خارج المنافسه اولا. طبعا بلا شك يعني خبره محمد عبده الأربعين سنة اللي بغنيها لا حرق بنص، يعني تظلم مشوار محمد وتظلمه كعطاء. يعني أنا أقولها أنه يعني يجب المحافظة أنه يعني على تاريخ محمد عبده، وأنه ما حد يمسه يعني ولا يقارنه بأحد. يعني هو لا زال قادر على العطاء والله يطول في عمره وبيتحفنا الحمد لله، وليش ليش ليش يكون في موضع مقارنة؟ يعني فهو خارج منافسة أساسا. نعم. طيب هو على فكرة أعزائي المشاهدين، يعني
خلينا نقولها بشكل ثاني، هو تنافس او 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 هذا الشد الجد ما بين فنانين الخليج، ما بين عبد المجيد عبد الله، الفنان محمد عبده، الفنان عبد الجوهر، الفنان راشد الماجد، الفنان نبيل شعيل، الفنان عبد الله الرويشد، فنانين الخليج رابح صقر، كل هذه ترى تصب في الاخير في مصلحه الفن الخليجي بلا شك. بلا شك، وهذا طبعا يعني لا شك يعني، يعني احنا ما احنا في حرب عشان تكون منافسه، كلمه منافسه تخوف هذه يعني، لا ضايقني. هي ما تقصد منافسه يعني، تعرف بركات، تعرف عبد المجيد يعني كل من يقدم الافضل عنده، هذه تدعو الى إيه كل طبعًا يقدم الافضل طبعًا عنده طبعا طبعا. يعني احنا باقه من الورود والزهور تقدم اشياء حلوه يعني، فالوان هذه يعني انا لون وغيري من الفنانين الوان، فكلها في الاخير المتلقي هو المستفيد. فكلمة منافسة أنا بينك تزعجني يعني، يعني أنا بستمتع لما أشوف غيري من الزملاء بيقدموا شيء حلو بيستفزني مثلا، بيخليني أن أنا أقدم حاجة ثانية مختلفة، بس منافسة يعني. صدقني أنا ما قصدت المنافسة اللي هي التحدي، أنا قصدت أنه كل من فيكم يقدم الأفضل لجمهوره إن شاء الله. يعني تعرف جمهور الخليج متقسم، والتقسيمة عادلة، في من هو يحب صوت عبد المجيد وفي من هو يحب صوت محمد عبده، في من يحب صوت اكيد باقي الفنانين، كل الاحترام والتقدير لهم. فانت ذكرت شيء قبل شوي، قلت انا اتعب في الاختيارات عشان ارضي شريحه جمهور على الاقل الفنان عبد المجيد عبد الله، فهذا المقصود من 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 من, من لا الانتقاء. لا عفوا، تصدق انا بتعب ليش؟ لانه جمهوري بيحب اي شيء اقدمه، انا بتعب عشان ارضي جمهور غير جمهوري. والفنان بيتعب ليش؟ عشان يرضي ويوسع من جمهوره. فأنا جمهوري حيتقبل مني أي شيء، حاببني، بس إنما التعب ده إنه أنا بأوصل لجمهور آخر. الله، هو هذا للطرف الآخر. نعم. أنت طيب، خلنا نروح أنا للطرف الآخر، إيش رأيك اللي أنت اخترته تعبت علشانه، إيش رأيك نروح؟ نروح. ممتاز، إذا راح ننزل الاستوديو اللي مساكننا فيه، ونبي نسمع منك الألبوم الجديد اللي أنت طبعا تعبت على ما وصلت إلى هذه المجموعة الغنائية عشان تقدمها بشكل جميل. لأن بصراحة ترى يعني أنا قلت لك في بداية كلامي للمشاهدين، إحنا سمعنا أنا وياك، بس هم كمان لهم حق، بس أكيد الجمهور سمعوا يعني، هو له أسبوع الآن نازل، هو له أسبوع نازل. إيه طبعا، هو بس ما سمعوا. وأنت لازم أغنيه بالعود إن شاء الله، ملك العود إن شاء الله. بس إحنا حنرتب للمشاهدين أنه يعني تعرف طالما إحنا في استديو فنبغى السمع يكون أفضل يعني، هنسوي تواصيلنا واجهزتنا ودنيتنا. ليش لا؟ احنا معاك، احنا معاك اللي انت تعمل فيه احنا بنقول. بس تبغى نتعشى يا جماعه، ترى جعانين. نتعشى ولا يهمك، بنتعشى وبنروح وبننتقل من مكان لمكان ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله، يلا نمشي، توكلنا على الله. يلا زاد فضلك، الله يبارك ما شاء الله. هذا اللي قبل شوي قلتنا عبد الفكره عبد المجيد ترى ما جاب الاستديو، شكلك هذا قبل شويه، هذا الاكوستيك اللي هو العازل. طبعا من غيره المفروض انه يكون الاستديو معزول كويس. ممتاز، عشان كذي ما نسمع الصوت لو كنا برا. طبيعي المفروض طبعا. تفضل تفضل. السلام عليكم. ها عدول، كيفك؟ مساء الخير. عندي سعد العمر. حالك؟ شلون صحتك؟ كيف حالك؟ بركات البقيان. الله يسلمك. قاعد تتعب شكلك. لا جاهز، قاعد سمعتكم فوق، جهزت الاغنيه بتاعتي. اي اغنيه مجهز؟ انسان اكثر. يا الله عليك. انت طبعا عندك فكره عن الاستوديو يعني؟ مو ذيك الفكره يعني، على فكره انا اللي بعطي المشاهدين فكره، على فكره عبد المجيد اذا سجل يسجل استوديو، هل هذا الاستوديو ابو عبد الله هو عام ولا استوديو خاص فيك انت؟ هو استوديو خاص يعتبر، طبعا ما يمنع انه الاخوان يسجلوا، بس هو عموما استوديو خاص، ما هو استوديو تجاري يعني ناس تحجز وتسجل مثل باقي الاستوديوهات اللي نسمع عنها. هو لانه ما في الشغل اللي نقدر نقول انه هو في شغل جامد، بس في ناس بتحجز وبتخلص، بس اجمالا ما اعتبره تجاري لانه اغلب وقتي انا فيه. طيب انا قبل شويه من نزلت، انت تفرجني قبل شويه يعني كاول دخل لنا كلوكيشن، قلت لي ان انت هناك تقعد وانت بنفسك تشتغل على الـ لا هو طبعا لازم يكون في مهندس. تفضل تفضل. لا احنا واقفين لسه مشوار. طبعا الان انت عارف الاستديوهات صارت ستاندرد واحد يعني، عباره عن كمبيوتر وميكسر يرافقه طبعا، فاللعبه صارت هنا. احنا بناخذ تيكات الصوت بناخذها من هناك، ولسه بدخلك الحين ترى جهز له لازم نغني. ها جهز. لا يا حبيبي اعطى الخبز خبازه، غنى مو عندي، الغنى عندك، انا علي الاستمتاع. لا انت علي وين هم انا علي اسمع واستمتع. هو يغني واحنا نستمتع كمشاهدين، عدل ولا لا؟ يا الله يا شاب الجاب.
لا لا حبيبي ان شاء الله بس الا اخليك تحط الهيدفون وتغني، ابغاك تسمع صوتك صدقني حتخاف. تدري ليش؟ ليش؟ لانه حتحس انه صوتك ما شاء الله ملالع في دارك. اصدق نفسي لا تحل لا تحل لا 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 والله يخوف الموضوع يعني هي مسؤوليه. في ناس يقول لك الغنى بسيط بس يجي يوقف هنا ما يعرف يقول شيء. بنجرب على طاري الغنى. بخليك تجرب. بجرب وياك لا تحاتيب. على طاري الغنى، انت سمعت من خلال الحديث ان اول من سمع البومك هو الفنان راشد الماجد. على فكره عزيزي المشاهد، ترى عبد المجيد عبد الله تربطه صداقه حميمه جدا بالفنان راشد الماجد اللي يمسيه بالخير لا شك. والله انا صداقتي باغلب الزملاء الفنانين عندنا كانوا خليج ولا عرب، بس تربطني براشد واصيل باعتبار ان دائما اتواجد في دبي وهم موجودين في دبي على طول، فبنلتقي. وايضا طبعا العشره والمشوار هو اول من سمع البومك وابدا كتابه. ايوه دخل علينا الاستوديو وكان سعيد جدا بالغنيه، واحنا بنسمع اغاني بعض. يعني انا ارسلت له الشريط قبل ما ينزل مثلا، لانه هو بيرسل لي شرايط واغاني قبل ما ينزل. سوري ها؟ يلا نروح؟ يلا توكل على الله. شكرا يا قبل لا نطلع جهز لنا الهيدفونات. يلا زين طالما اوكي. تفضل. على فكره انت راح تغني داخل على العود ولا راح تغني مع المكسر؟ اذا حبيت تغني بدون عود. بعود حمال ديك احنا معاكم في الاثنين، المشاهدين يستاهلون بس اخاف انت على المشاهدين. لا لا ما انت بتعرفهم، ضيوفك اليوم. توكل على الله. يلا يا باشا يمين. يلا يمين درب الغانم يطلع منك. يلا تفضل. يلا تفضل. طبعا هذا المكان اللي بيسجل فيه سموه اللايف اريا طبعا. ما هي او البلاي. حلو. هذه المايكات اللي بنغني عليها. هذا المايك غريب. اي مايك هذا ولا؟ ايوه هذا مايك، هذا يعتبر من المايكات الممتازه. النوع بلو. هذا امريكي. وبعدين هاي الكبسوله تتغير، يعني في 5 كبسولات له. يعني في شيء للوتريات، للكونترباس، الباصات، الايقاعات، الكورال، فتغيرها حسب ما تحتاج انت. على طريق الكورال، بما انك جبت طريق الكورال، اتذكر في بدايه يمكن مشوار الفنان عبد المجيد عبد الله كنتوا كفنانين مجموعه. عبد المجيد كان يسجل لي راشد في الكويت، لنبيل، لعبد الله يدش يسجل تراك. وهم حلوه هذه الالفه اللي كانت ما بينكم. طبعا اتذكر انا اول ما جيت الكويت سنه 88، يعني نص 88 89، وكنا بنسجل. كان استوديوهات الكويت يعني تحديدا يمكن دندون والنظاير كانت خليه من الفنانين، وكنا نتواجد هناك بشكل كثير. كان في ألفة انا افتقدها الان، يعني يمكن الان تواجدت في دبي يعني بشكل يعني بس مو زي الكويت. لا الكويت كانت اكثر. يعني اتذكر في اغاني يعني نزلنا احنا في سنه 88، عبد الله ونبيل وخالد وانا وعلى عبد الستار مين كمان مسباح، وكلنا مشاركين في كورال مع بعض. الله. يعني انا تلاقيني في كم اغنيه مع عبد الله وفي نبيل وهو نفس الشيء. يعني كان في مو موجود الان الموضوع ده بصراحه اقول لك اياها. افتقدتوا عبد المجيد؟ ايه افتقدنا. لا طبعا احنا الصداقه والمحبه موجوده لا زالت بيننا اكيد، وطبعا عشره واخوان. بس يمكن ظروف كل واحد تغيرت. اصبح الواحد ممكن يسجل في بيته الان، يعني ما عاد يتواجد في الاستوديو، والاستوديوهات تقلصت. صحيح. ما عاد في استوديوهات بمعنى استوديوهات. 88 انتقلت للكويت، هناك كانت الانطلاقه. كم سنه قعدت اذا؟ انا تقريبا 16 17 سنه في الكويت. لا هو مو قعدتي في الكويت اساسا، انا ما قعدت في الكويت، انا اشتغلت في الكويت. يعني كان تعتبر الكويت يا جماعه، ترى احنا لازم نعترف انه الكويت كانت بوابه اعلاميه مهمه لاي فنان خليجي. كانت خليه مصنع، يعني عارف كيف؟ اي فنان بيحاول ينطلق خليجيا ينطلق من الكويت. هذه كانت الكويت، وكان فيها روح عجيبه، بس اشوف انها مفقوده الان. ما ادري ايش الاسباب، ما اعرف اسبابها. لا اسباب مثلا. يعني 16 سنه 17 سنه قدرت اني انا اتحرك اعلاميا من خلالها. حلو. طيب احنا الان راح اطلع انا وانت تسجل. انت معي حتغني. يا جماعه خالد يا شباب فكونا من الموضوع، لا يصدق اني انا بغني. باش مهندس لبس الهيدفون وخليه يعرف كيف. تعال تعال تعال. طيب هذا اللي
انا اكون هني ولا هني؟ عادي عادي، انت هنا ولا انا هنا عادي. يلا طيب، تبغى نغني على هذا ولا على هذا؟ الاثنين زي بعض، ما يتخيلون بعض يعني. طيب نشيل الكرسي ولا؟ تقدر. احنا نحط الكرسي تدري ليش؟ عشان العود؟ لا، عشان الفنان المساحة لا يغلط مثلا ويحرك ويجي شوف احنا حيسمعنا صوتنا انا وانت، وباك تغني. طيب ترى انا اجد فيك موهبة. يا سلام، اجد فيك موهبة ان شاء الله انها ما اتم يا رب. طيب انا اوريك. والله فاضي جاي تحكي لي همومك. الله انت تحسبني انا بالهم فاضي. هذه من الشريط الجديد. والله فاضي على وقت ما كنت اسجل. هذه كلمات الامير فيصل بن خالد بن سلطان، والحان حلوه الجمله رابح صقر. والله فاضي جاي تحكي لي همومك، وانت تحسبني انا بالهم فاضي. بس تدري شلون انا ما راح الومك، ما حد في عيشته يا عمري راضي. شي يقول باللحن؟ يلا سمعنا الشيء. بس ما احنا سامعين صوتنا. انا شوي سامع. لا دحين يرفع لنا الصوت. انت اول مره تجرب الموضوع ده؟ معقول؟ لا انا يعني لا الحين صار هو المذيع وصرت انا اللي بجاوب الحين. انا كنت اسجل قصايد لا موضوع قصايد ده انسى، موضوع غنى يعني. لا غنى لا، ما لي في الغنى ابدا. ما حتحاول الحين تغني؟ عبد المجيد انت تتكلم من جد؟ لا والله جيت انا باقنعك الحين عشان تغني. صار الحوار لي انا. طيب انتقل الحين. طيب تحب تسمعينا معايا ولا تسمعنا؟ اسمع شوي معك وروح انا. طيب ايش نقول؟ بالعكس انا ودي اقابلك اصلا. طيب ما جبنا عود يا جماعه. يلا على ما يجي خلينا ناخذ واحده على ما يجون العود. طيب طيب ماشي. لو تكلم بس يجيبوا لي العود. طيب على ما يجيبون العود. إيه؟ انا عندي سؤال ودي اسالك. قول حبيبي اسال. وانا ايش حكي الحين لابس هذه؟ نسيت نفسي. معليش حبيبي، قاعد اسمع صوت وصاده صوتي على ما يجيبون العود. خلني اسالك هالسؤال، انت غنيت اغنيه عراقيه في الشريط، حولتها الى خليجي. هي اغنيه طبعا هي للملحن وليد شامي، موجود في دبي، كثير موهوب. هو كان يشتغل معنا كورال وملحن، ملحن شاطر. ففيها مفردات عراقيه انا ما اعرف اقولها يعني، فبس عدلناها يعني. خلجنتها. انا سمعت ان عبد المجيد خلجن هالاغنيه يعني الى حد، لان لم يجيد بصراحه لم يجيد اللهجه العراقيه فخلجن هذه الاغنيه. بس مو عيب اكيد مو عيب يعني. بالعكس انا سمعت انها طلعت حلوه كمان يعني الـ الـ الغلط ان انا اغنيها وانا عارف اقول لهجتها يعني. فمي حلوه بعدين تعرف. بس هل انت غنيتها كتجربه مثل ما غنيت سمعني غنيه؟ لا 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 ما لها علاقه. الاغنيه تحسها خليجيه، طابعها خليجي، ايقاعها خليجي، تحسها كده كلها على بعضها خليجية. لو ما قلت الموضوع هذا ما شو تقول بدايتها؟ عسى ربي يخليك لعيوني. الله وعسى ربي يخليني لعيونك. الله الله الله، حلو الكلام. أبركات. هلا 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 والله سير نور رايك فيني جنن يعني دوار البحر انا. دوار معهم كثر ما ندور قاعد نحوس. على فكره ترى احنا مو طالعين برا، احنا للحين يجربون شويه نلف هني في اليخت. بس ايش رايك بالجو؟ والله يعني انا كنت محط اللي قال جده غير ما كذب. فعلا جده غير. البحر ها؟ والبحر كمان يجنني والله. البحر حلو سبحان الله. هذا الوقت بالذات تلقى في مثلا في الرياض قبل امس كان مطر وبرد، في الكويت نفس كذلك، في دول الخليج اغلب الفتره الحين فتره شتاء، الا هنا سبحان الله طالع يعني. اللي 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 يشوف جزئيه الحلقه الاولى بركات لابس شتوي من البرد. لا بس المتعه انت الحين طلعك برا خليك تصيد. الله. انت اول مره تطلع في بحر جده؟ اول مره كان جده اول مره اطلع. هذا الخور نسميه احنا الخور. وطبعا اذا حبينا نطلع برا الخور عاد يبغالنا عاد ناخذ تصريح من من الناس اللي من سلاح الحدود على اساس نقدر نصيد. وهذا طبعا امان. يعني شيء كويس ممتاز. عفوا. الجو يجنن. بغيت اقول لك بما ان احنا هني يعني ما شاء الله هذه فترات الاجازات، اجازاتك طويلة موجودة لك في اجازات ولا جدولك على طول فل؟ لا والله مزحوم. والله مزحوم يا بركات. بس انا بتصيد من حين لاخر ان انا اطلع البحر، واحب ان انا اريح في البحر زي ما انت شايف. انت حاسس يعني حسيت انه انت خرجت عن الروتين وعن الحياة فعلا. على فكرة ترى حتى ضغط علينا وعليك يعني عزيزي المشاهدين، ترى حتى يعني التصوير هو ضغط.
بس عبد المجيد قال لا يا جماعة الخير خلونا نخليها طلعة متعة بما أني أنا أساساً هالأسبوع في إجازة، تعالوا نقضي الإجازة مع بعض ونصور مع بعض. شايف وصراحة كان كريم معانا جداً في الوقت وفي العطاء وكان متفاعل في أنه يعطيك هو الفكرة. إيش رأيكم نروح هني؟ إيش رأيكم نروح هني؟ لا جهز نفسك يا أخي، أنت المفروض تكون يعني أكاديمي في هالأشياء يا حبيب قلبي. على طاري الأكاديمي شباب إن شاء الله مبسوطين أوكي، ترى الطاقم كله معانا ومدلعينهم ومقدمينهم قبل شوية، ترى ما يقدر يدفع شوية عليكم ما عليه حتدفعوا ها ممدوح سيف معانا ترى ونعم ومعانا أيضا هاني ومعانا مجموعة طيبة يعني. هاني أهدل ممكن نسلط الكاميرا على هاني أهدل شوية، هذا من الأصدقاء أول شيء الأعزاء ومن الشباب الموهوبة إن شاء الله إنه الله يوفقه وتسمعوه يعني في شرايط موفق. هيا استريح دحين أكيد نتعلم من بعض الله حبيبي. عموما هذا يدل على إنه ممدوح صديقك من أيام الجامعة. أيوه أنا أعرف ممدوح الحين كم، أنا أتذكر طلعنا أنا وياه في شو اسمه مواهب، كنت أنا واحد من مواهب وهو كان أصغر مني طبعا وعنده أخو كان مرة كان أعجوبه وقتها كان يعزف طبلة هو ويعزف. على طاري أصغر منك ما شاء الله عبد الله الحين 15 سنة. إيه 15 سنة عبد الله. عبد الله هو اللي طلع معاك في أغنية عندك خبر. عندك خبر. هو نفسه ما شاء الله تبارك الله. بلا فضايح. بلا فضايح. إذا عبد الله 15 أنت أكيد 25. فرصة سعيدة يا بركات. ما تبي أقول كم عمرك يعني ما نبي نقول. لا لا الله يرضى عليك. لا إلا هذه. شايف الجو؟ إيه جميل والله. على فكرة ترى أنا يعني احتراما لعبد المجيد أخاف الناس يقولون طيب هو اللي يقول طيب ماشي، بس خاف يقول ليش قاعد عبد المجيد واقف عشان قاعد أقود القيادة أقود القيادة هذا وارب حر. شوف 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 الله. طيب بس إحنا دخلنا في موضوع عبد الله يجنن رائع وأكثر من رائع، دخلنا في موضوع عبد الله وما شاء الله عبد الله اللي هو وحيدك ولا عندك؟ لا عندي عبد الله ومحمد ومنار ما شاء الله تبارك. عندي ولدين وبنت ما شاء الله الحمد لله الحمد لله عسى الله يخليهم لك الله يرضى عليك يسلمك. الزواج شيء مهم في حياة الإنسان، هل تعتقد بأن الزواج بعد أغلب الفنانين يقول لك عدم الارتباط يعطي انطلاق الحرية يمكن وعدم الالتزام يخلي الفنان كما الطير طائر يروح يحط وين ما يبي ويكون منطلق في فنه، فأنا قرأت لك منشط في أحد الصحف يقول أن الزواج هو اللي يعطيك الاستقرار. مو صحيح انه 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 يعني عدم الزواج يعطي انطلاق للفنان، الاستقرار العاطفي بشكل عام بيعطي انطلاقه للفنان ولغير الفنان. متى ما استقر الموهوب ان كان فنان او غيره عاطفيا صدقني حيبدع. ممتاز. طيب ما شاء الله متابع تحصيلهم العلمي. طبيعي هذا ما في لعب يعني احنا عايشين لهم الان اكيد احنا بنتعب وبنشتغل وبنسهر وبنروح وبنجي عشان نريحهم يعني بالاخير نحاول نهيئ لهم وسائل التعليم الممتاز الحياه الكويسه. اعتقد هذا وضع طبيعي في اي رجل اكيد. طيب انا حترك 3 اسئله لمكان ثاني، ايش رايك؟ انت مزعج صاير. لا ولا مزعج ولا اي شيء. يلا خلي خلي بس يروح طلعنا برا عشان طيب بصيد. قبل انا يدي تاكلني بصيد. يبي يصيد يا خالد بطي الرجل. اقعد. الرجل يبي يصيد يبي يطلع برا ويصيد. على فكره خلني اقول لكم على شغله، يعني احنا للان ما زلنا في المرسى تقريبا بس الطلعة بعد شوي. الرجل من امبارح يقول جيبوا سنانير جيبوا خيوط. لا كله جاهز يحب يحب الحداق. وعبد الله يحب الحداق اللي هو الصيد. نحب البحر نحب لانه دائما هو من اهل جده، فاهل جده دائما مرتبطين في البحر. اسعد الله لو يجي جده حبيبي الله. طيب نترك سؤالين فيما بعد وننطلق. احنا معكم بس يلا. يعني اتمنى انك لو سوينا بهالطريقه لا ممكن شو يصير بالاخ اللي هناك مع الكاميرا يعني كيف الحال. يلا ننطلق ونترك. العافيه يلا خلينا نشوف قيادتك. لا يا عم انا حدي اصغر من هذا ما اقدر عليه دي كده. اخ يا ربي صوت شيء؟ لا لسه بس قاعدين ياكلوها واطلعها فاضيه ساعتين. يقول كما اقول صوت شيء يقول لسه مقعدني جنبه ماسك له بس هو قال صبر يبي له صبر. الصيد يبغى له صبر معروف يعني يبي له صبر. تليفوني دق دقيقه انا اسف. ايه ايش حياتك؟ لا عادي داير. شوف نكمل قاعدين نتشو فيها. شوف ها لا في تنتيش زين. تنتيش يعني هو النابر ايه حلو.
عاد انت في جدة صدق ابتسم فانت في جدة ابتسم انت في جدة ابتسم انت في جدة ابتسمنا ها شباب كيف؟ حياة سعيدة؟ يلا عاد انا طفيت جهازي مرة واحدة احسن بعد احسن لك إيه. على فكرة يا اخي حلو الوقت اللي المتعة شكل تطلع و تروح وتصطاد وتعيش حياتك صدق هالجو طر على بالي سؤال ما فكرت في الاعتزال الاعتزال؟ ايه قلت لك انا وقت ما احس ان انا غير قادر على عطاها اعتزل على طول بس طالما انا قادر ما حفكر فيه الجودة ما يحلي بالاعتزال الجودة يريحني عشان ابدا اشتغل لانه انت شايف متعة البحر والهدوء انت ما حسيت نفسك انك انت أكيد. فعلا مريح الهارد ديسك اللي هنا والحياة فعلا ترجع تشتغل عاد ترجع تشتغل بحب يعني. انا هذا البحر يعطيني هالانطباع ما شاء الله زي ناس في عندهم عشق للبر يحبوا البر فعلا يديهم نفس الحالة هذه حلو طيب عبد المجيد يعني هم الفن هم كبير هل هالهم هذا يعني جايب همه مثل ما يقولون يعني كمردود مادي كراحة بال بلا شك أي عمل تتقنه حيجيب لك مردود مادي طالما أنت تتقن عملك حيجيب لك مردود مادي في نفس الوقت الأهم من ده هو حب الناس يعني حيجيب لك حب الناس ولازم أنت تكون مستمتع وانت تسويه فأعتقد أنه بيجيب نتيجة من كل النواحي خالد قبل شوي قال لي انه عبد المجيد على فكره من عشاق البحر ويعتبر الصياد نمبر 1 هل هذه كلام كذي قال لي ولا عشان صديقك يعني لا انا هو ترى على فكره البحر ما يحتاج له صياده يعني شطاره انت حترمي سنارتك وانت رزق يعني بس انت قلت شغله في التصور في ناس ما عندها صبر ومحاره في ربط هذه لا انا هذه مو شاطر فيها ابدا يا شاطر والله مو شاطر فيها بركات لا يغرك انا اعرف اصيد بس احط اقول لكم ليش سالت هالسؤال لا 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 غلط انا اقول لهم ليش سالت هالسؤال هالسؤال لان عبد المجيد رمى رمى ومسك قال يا جماعه الثقل وينه طلع ماسك الثقل بيده لا فضايح يا شيخ لازم مواقف لازم فيها فضايح انت الله يعيني بس عموما عبد المجيد احنا سعدنا جدا في هذه الحلقه يعني انت منشغل بالصيد وانا ما ابي اشغلك اكثر ابغى اخليك تركز راحت لا راحت شوف احسن واحد يطعم السمك بس ما يصطاد عموما مشاهدنا الكريم كنا في هذه السهره بصحبه الفنان الرائع امير الغناء طائر الأشجان هذا الحبيب الغالي عبد المجيد عبد الله سعدنا جدا بهالصحبة وبهالسهرة والحقيقة يعني استمتعنا انت عارف بركات يعني مثل ما قالوا غطينا البر وغطينا البحر يعني في معلومة جديدة ترى يعني احنا المفروض نلتقي من 7 سنوات وقديش انا احب بركات واعزه واقدره ودائما نلتقي في مناسبات كثيرة فعلا ما قد جماعتنا يعني كنا نتمنى احنا نرتب شيء بس جات بطبيعتها الان الحمد لله ان شاء الله يا رب يكون استمتعوا معنا بس ما جبنا لكم سمك لا ان شاء الله بعدين نخبر الناس ايش صار بعد الحلقه اكيد تونا قايلين يا هادي ان شاء الله الله كريم عموما مشاهدنا الكريم نشوفك ان شاء الله في سهرات خاصه اخرى مع فنانين اخرين بطبعا مشاركتهم لا شك يحلى الوقت وانتم تطلعون على طبيعه كل ضيف في هذه السهره الخاصه تابعونا في القادم ان شاء الله شكرا لمتابعتكم يا حبيبي يلا صيد دحين الحين اصيد الحين يا ويلكم مني والله يا ويلكم مني قوم صيد